قبل برضو ما نتكلم على البحث والتطوير، ارجع تاني لجزئيه الـ الانفصال اللي احيانا او في اغلب الاحوال بنشوفه ما بين الجانب العملي التطبيقي وما بين الجانب البحثي النظري، وده حضرتك اشرت ليه سريعا في كلامك في الجامعات. صحيح. وانا اسفه ان انا اقول ده، احنا في مصر عندنا حتى في الدراسات العليا الطالب بيدخل اول سؤال من اول محاضره بيساله، سواء بيعمل دبلومه او ماجستير او حتى دكتوراه، اول سؤال بيساله للدكتور بيقول له هو الامتحان اوبن بوك ولا امتحان عادي؟ ده والله ده لا دي قضيه كبيره حقيقي. يعني انت ده اللي فارق معاك؟ طب يعني شوف المنهج الاول، افهم، شوف هتعمل بحث في ايه، الكلام ده. فاحنا عندنا ده، وده برضو من ترسيخ من المدرسه، فكرة الصم مش الفهم. هذا لا طبعا دي قضية بقى تعليمية، يعني قضية لابد يعني أساليب التعليم والتعلم بتتطور بشكل كبير جدا. خلاص التعليم وجها لوجه بينزوي جانبا ويظهر أمامه أساليب جديدة للتعليم، التعليم الإلكتروني، التعليم عن بعد، التعليم المستقل، التعليم يعني خلاص إحنا ما زلنا التعليم وجها لوجه. دي قضية ولها تأثير كبير جدا على قدرات. وبعدين أنا من كثرة الأعداد في الجامعة ما بقدرش أقول للطالب، أنا أستاذ جامعي برضه، ما بقدرش أقول للطالب روح ابحث واكتب بحث وتعالى اعرضه وناقشه، وهو ده المطلوب. وليه ما تقدرش تعمل كده؟ لأن الأعداد كبيرة. ما أنا أكون عندي، أنا أكون الطالب عندي 300 طالب 500 طالب في المحاضرة أنا ما بعرفش الطلاب. بس أنا عايز أرجع لحضرتك إنه تعريف البحث العلمي على فكرة فيه ثلاث أنواع، عشان بس نحط نقط على الحروف. في البحث وبحوث الاساسيه، وفي بحوث التطبيقيه، وفي التطوير التجريبي الاكسبيرمنتال ديفلوبمنت. الثلاثه دول هم ثلاث انواع المعتمدين. البحوث الاساسيه الجامعات بتعمل بعض البحوث التطبيقيه على فكره، مش كلها يعني، لكن نسبه كبيره منها الترقيات بتتم على بحوث اساسيه بدرجه اولى. لكن انا بس عايز اكد على نقطه، انه الثلاثه مطلوبين. بمعنى في ناس تقول ايه، لا لابد احنا ما نعملش ابحاث الا التطبيقيه. ده كلام خطير وغير سليم. لازم يكون في اساس علمي اساسي. يعني لولا التغير في علوم الحياه الاساسيه لم يكن هناك اي تغير في البايوتكنولوجي والنانو تكنولوجي التطبيقيه دي. ما كناش وصلنا لابد ان يكون هناك يعني لابد من التوازن بين البحوث الاساسيه والبحوث التطبيقيه حتى يمكن ان نحقق شيء من البحث العلمي. تمام. وغير صحيح ان لا يقول لك لا ازاي ما فيش تطبيق. هي المشكله مشكله تنظيميه في العلاقه ما بين الجهات المستفيده من البحث العلمي والجهات المتجهه للبحث العلمي. عشان كده بقول عندما تكون الجامعه 73% من الباحثين فيها، يبقى عمليه الربط مع الجهات المستفيده بتبقى اصعب شويه. هل بتؤيدي، اسمح لي بس اسال دكتوره ناديه يا فندم، هل بتؤيدي يا دكتوره فكره انه علينا ان نسير في الثلاث انواع من البحوث في نفس الوقت؟ لازم، لان ولا في عندك ترتيب لاولويه؟ هو بدون معارف اساسيه العلوم انا مش هقدر اعمل حاجه تطبيقيه، ما انا ببني التطبيقي ده على الاساسي، وببني التطويري برضو ده بطور شيء معين. انا بس نفسي فعلا تغيير نظام الترقيه. يعني انا ما اشوفش انا ناشره كام بحث، انا عندي لو في حد طبق بحث واحد وفعلا انتج يكفي جدا انه يترقى، مش مستنيه بقى انه يفضل يعمل كام بحث. ده هيشجع عمليه الابحاث التطبيقيه، انما احنا كل الابحاث اللي بتتعمل او معظمها بيبقى اساسي. الابحاث الاساسيه. الحاجه الثانيه، احنا يا فندم قبل الحاجه الثانيه اسمحي لي اسال حضرتك سؤال. هو احنا عندنا خريطه، زي ما نقول مثلا خريطه استثماريه، عندنا خريطه تقول لنا انا محتاجه ايه في ابحاث، اولوياتنا ايه في البحث العلمي؟ طب. ولا اي حد عايز يقدم مشروع واي حد عايز يعمل حاجه؟ لا، في استراتيجيه على حسب احتياجات الدوله. ده بيرجع لمين؟ يعني الباحث بيرجع لمين؟ بيعمل هو ايه؟ مش بيرجع للباحث، ده في المجلس الاعلى للبحث العلمي، ده بيبقى من رئيس، يعني رئيس الوزراء، وبعدين وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبعض الوزراء زي الصحه والصناعه والزراعه فبيقعدوا مع بعض كلهم بيشوفوا ايه اولويات البلد. مثلا عندنا مشكله مياه، عندنا مشكله صحه، فنرجع للبحوث المتقدمه. الاهم فالمهم الاستراتيجيه دي ما بنهملش اي موضوع من المواضيع، بس الاهم فالمهم تتوزع ميزانيه البحث العلمي على حسب الاهم فالمهم. طيب ممكن سؤال؟ لما احنا عندنا مجلس اعلى للبحث العلمي وعندنا قيادات وناس كتيره مسؤوله بتقعد وبتقرر انا محتاجه ايه، ليه في النهايه بتتكدس عندي عشرات ومئات وربما الالاف؟ لان البحوث بتتعمل في نفس المجالات. هي البحوث بتتعمل في نفس هذه المجالات بس مش بتطبق.
في الوقت الاخير بقى انا كده مثلا حاجه سهله، جبت التطبيق. مثلا 1000 بحث علمي على نفس الفكره على الميه مثلا، مثلا بس ما طبقناش حاجه فيها غير قليل جدا. احنا يمكن ده يمكن على مستوى المراكز البحثيه زي ما بتقول الدكتوره نايدة، ده امر محسوم، لان المجلس الاعلى المختص بهذه المعاهد وهو بيحدد التوجهات والى غير ذلك. على فكره عالميا في توجهات كمان بحثيه لازم نتابعها، احنا مش بس نمشي على توجهات المجلس الاعلى، لكن لازم العالم ماشي في اي اتجاه في البحوث عشان نواكبه. لكن المشكله في الجامعات تاني، الجامعات زمان كنت انا بروح للاستاذ لانه متخصص في ماده ما، وانا اسجل معاه عايز اسجل معاك ماجستير ودكتوراه بصرف النظر هذا. انما اخيرا يمكن ده التطور، وده تطور مهم، وده كان توجه من اليونسكو اساسا، انه لابد ان كل جامعه يكون لها خطه بحثيه محدده المعالم والتوجهات والموضوعات البحثيه. هل لدينا هذه الخطه الجامعيه؟ الخطه الاستراتيجيه بتنطبق على الجامعات وعلى المراكز والمعاهد. بس فعليا يا دكتوره ناديه موجوده فعليا؟ موجوده بصراحة. فعليا لا موجوده فعليا. ما انا بقول لحضرتك لو انا مثلا خدت 1000 جنيه، دي ميزانية البحث العلمي فرضا، يعني الألف دي بتتوزع أكوردينج أنا محتاجة. أهم حاجة إيه؟ تاني حاجة إيه؟ الـ الحاجات الممولة زي الاس تي دي اف، لما بتحط خطة بتقول أنا هحط مبلغ معين للأبحاث اللي مختصة مثلا بالأورام السرطانية، مبلغ أقل لأورام السكر لأمراض السكر، مبلغ للمية، مبلغ لكذا، فبتتوزع على حسب الأولويات بالفعل. أما خلاص هم وزعوا على حسب الأولويات زي ما بقول لحضرتك، عملوا الأبحاث في هذه الأولويات بس كلها طب اسمحوا لنا ناخد